السلام عليكم، معكم دانا العلمي، سيدة أعمال في مجال صناعة الذهب والمجوهرات. دخلت عالم صناعة الذهب في 2006 بإنشاء مصنع في جدة، و2017 بإنشاء ثاني مصنع لي في دبي. 2014 دخلت عالم المجوهرات بإنشاء شركة ألماس في دبي، و2015 دخلت عالم المزادات وعملت مزاد على مستوى الشرق الأوسط بقيمة 100 مليون دولار المبيعات حققناها وقتها، و2019 دخلت عالم الاستثمار بالألماس الخام، وجبت على الرياض ألماس خام بحجم 425 قيراط وقيمتها كانت 25 مليون دولار، والتحديات قادمة وأكبر بإذن الله.